طيب في الأول كده عايزين نفصل وأنا بتكلم معاكم ما بين الخطاب الإعلامي لنادي الزمالك أو إعلام نادي الزمالك، نفصل ما بينه وما بين الناس اللي موجودة دلوقتي اللي ليهم كل التقدير والاحترام، وكل الناس ليهم التقدير والاحترام، إعلام نادي الزمالك والجمهور طبعا نادي الزمالك، كل الناس يعني. لكن في كلامنا دلوقتي احنا كلامنا محدد عن مين؟ عن إعلام نادي الزمالك. الإدارة اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي مش بنتكلم عنهم طبعا، الناس علاقتهم ممتازه جدا جدا، وشفنا الكلام ده بشكل رسمي ما بينهم وبين اداره النادي الاهلي، ودي حاجه احنا نفسنا فيها دايما تكون مستمره. وبرده جمهور نادي الزمالك خارج القصه، لان في الحقيقه جمهور نادي الزمالك او البعض من جمهور نادي الزمالك هو الضحيه. ضحيه نتيجه للخطاب الاعلامي من اعلام نادي الزمالك، اللي واضح جدا ان هم بيتكلموا بسياسه مختلفه تماما عن الناس الموجوده دلوقتي. تماما. فاحنا دلوقتي بنتكلم على اعلام نادي الزمالك وبنوضح بعض الحقائق وبنرد عليهم في بعض النقاط، لان واضح جدا ان هم عايزين يظهروا نفسهم دور الضحيه ويظهروا نادي الزمالك ان هو يعني مغلوب على امره وانه مظلوم كالعاده، كالعاده من اعلام نادي الزمالك. لكن خلينا نوضح الامور دي كلها، لان الحقائق لازم تكون واضحه للجميع، وده دورنا بصراحه. دورنا ان احنا ندي كل واحد حقه، ودور الاعلام بشكل كامل يعني. فخلينا نشوف بالراحه كده بعد نغمه ضغط المباريات والسفريات والكلام من ده، وان الزمالك بيلعب اكتر من الاهلي، وان الاهلي بيريح مش عارف ازاي، وحاجات غريبه جدا. تعالوا نشوف عدد مباريات الاهلي والزمالك من بدايه الموسم اللي ابتدى في 12/12/2020 لغايه دلوقتي. عدد المباريات هنا وعدد المباريات هنا. الاهلي لعب كام ماتش والزمالك لعب كام ماتش؟ اعرضوا لي يا جماعه الجدول اهو. الاهلي في بطوله الدوري لعب 19 مباراه. الزمالك في بطوله الدوري لعب كام؟ 25 ماتش. هل الاهلي لعب 19 عشان يعني بيتدلع، او الناس بتدلعه، او يعني عايزين يبقى فيه نسبه ترفيه شويه بالنسبه لنادي الاهلي ياخد راحه؟ لا طبعا. الاهلي لعب 19 مباراه عشان الاهلي بيلعب في بطولات الزمالك ما بيلعبش فيها. الاهلي لعب العدد القليل ده عشان هو اصلا بيشارك في بطولات الزمالك ما وصلهاش. تعال في كاس مصر الاهلي لعب مباراه واحده اللي هي كانت امام النصر، والزمالك لعب مباراتين كانوا مع الحرس والاسماعيلي. برضو الاهلي لعب مباراه واحده لان هو كان عنده ارتباطات افريقيه، وكان في كاس عالم قبل كده، كاس عالم للانديه وحاجات كتير يعني. طيب تعالى بقى في دوري ابطال افريقيا وركز في الحته دي. الاهلي لعب كام ماتش في دوري ابطال افريقيا؟ كام ماتش؟ 10 زي ما انت شايف كده على الشاشه. الزمالك لعب كام ماتش؟ 6. ده ليه؟ هقول لك ليه. الاهلي في دور ال 32 اللي هو لعبه كان مع سونوديب البطل النيجر، فلعبت مباراتين. الزمالك فريق الغزال التشادي انسحب فما لعبش. وبعد كده الزمالك لعب دور المجموعات الست مباريات بتوعه ومشي وخرج من البطوله. فطبيعي انه هيلعب ست مباريات بس، فطبيعي ده هينتج عنه ايه؟ خلي بالك هينتج عنه ايه؟ ان الزمالك يلعب عدد اكبر في ماتشات الدوري، صح ولا غلط؟ صح. طب الاهلي بيلعب 10 مباريات ليه؟ لانه لعب دور ال 32 ولعب دور المجموعات، والحمد لله كمان عدى دور الثمانيه اللي بيتخلله مباريتين، ودلوقتي هيكون عنده مباريتين كمان في دور نصف النهائي، ويا رب يا رب يبقوا ثلاث مباريات بمباراه نهائيه ويكون نصيبنا اللقب يعني. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الاهلي لو تفتكروا طبعا مباراه القاضيه ممكن وجول قفشه، ده اللي خلى الاهلي عنده تحديات كتير افريقيه وعنده تحديات عالميه. العالميه كانت بتتمثل في كاس العالم للانديه وثلاث مباريات غير طبيعيه، وده اللي جاي بعد كده. كاس العالم للانديه الاهلي راح كاس العالم، الزمالك راح هو نفسه يروح بس ما وصلش كاس العالم لحد دلوقتي. الاهلي راح بعد ما تغلب على الزمالك في نهائي القرن. خلي الجدول شويه، معلش خلي لي الجدول شويه ان امكن يعني. فالزمالك ما راحش كاس العالم للانديه، الاهلي راح كاس العالم، لعب ثلاث مباريات تقال قوي. عندك الدحيل بطل قطر كسبت 1-0، بعد كده لعبت مع الباير، باير ميونخ الالماني اجمد فريق في الدنيا، وبعد كده لعبت مع بالميراس وكسبته وخدت البرونزيه. الزمالك ما لعبش. طيب كاس السوبر الافريقي الاهلي راح لعب كاس السوبر الافريقي لانه بطل افريقيا بمباراه القاضيه ممكن،
بعد ما كسبنا الزمالك في النهائي، فكان طبيعي ان هو يلعب السوبر، وخد الحمد لله السوبر ورجع، والكاس كان معانا هنا امبارح. طيب اجمالي المباريات بقى زي ما انتم شايفين كده، اجمالي المباريات الاهلي لعب رغم كل ده، الاهلي لعب 34 مباراه والزمالك اقل بمباراه لعب 33. فين بقى ضغط المباريات وفين السفريات ومش السفريات والكلام من ده؟ انا اتمنى ان احنا ما نحاولش ننشر الجهل الكروي، جهل كروي. وبيصعب على الواحد لما بيشوف لعيب كوره كان لعيب كويس جدا، او بعض اللاعبين كانوا كويسين جدا زمان، وتلاقيهم ما بيفهموش في الكوره زي ما ناس كتير جدا ما لعبتش الكوره وفاهمه فيها. والله بجد يعني الواحد بيصعب عليه، يعني رغم انه ممكن كان يبقى ده او ده او ده لعيب، لعيبه كوره جامدين قوي زمان، لكن للاسف دي مش شرط يعني انت تبقى لعيب كوره وتفهم في الكوره تبقى نصيب انك لعبت كوره، يعني ما لهاش معنى تاني غير كده. فبلاش ننشر الجهل الكروي او الرياضي للناس، يعني لان في ناس بتصدق والله، فدي حاجه غريبه بالنسبه لي. طيب تعال نروح بدايه من شهر 4 لحد دلوقتي، من شهر 4 لحد دلوقتي الاهلي عمل ايه والزمالك عمل ايه، لان ده مهم قوي. تعال نبتدي بالاهلي. يوم 3/4 كان عنده، خلوا بالكم طويل معايا شويه معلش، يوم 3/4 كان عنده المريخ في السودان، وبعد كده رجع لاعب سيمبا التنزاني في مصر، وبعد كده لعب مع النصر في كاس مصر، ولعب مع الزمالك في الدوري، ولعب مع سموحه في الدوري، ولعب مع انبي في الدوري، بعد كده طلعت لعبت في اسكندريه مع المصري، ورجعت لعبت الجونه هنا، ادي سفريه اسكندريه ماشي، ادي واحد، بعد كده لعبت مع غزل المحله في المحل، وبعد كده لعبت مع الاتحاد في اسكندريه، ادي سفريتين ورا بعض، وبعد كده لعبت الزمالك في الدوري، ولعبت سان داونز هنا، ورحت بقى ايه، ركز في اللي جاي دي، رحت جنوب افريقيا تلعب مع سان داونز. طيب عشان انت بطل افريقيا، بعد ما خلصت ماتش سان داونز بجنوب افريقيا طلعت مباشره على قطر، اللي هي حاجه يعني قمه الاجهاد اللي في الدنيا، يعني من اخر قاره لقاره تانية خالص، من جنوب قاره رايح قاره تانية خالص، فمشوار طويل واجهاد كبير جدا بيعاني منه النادي الاهلي، مش بس في السفريتين دول، لا ده على مدار الموسم كله. فبالتالي راح لعب ماتش السوبر. طيب الزمالك عمل ايه حضرتك؟ الزمالك تعالى من اول شهر 4 ماشي، لعب مع المولوديه في الجزائر، وبعد كده كل المباريات في مصر. هتقولي طب ما في سفريات محليه، طيب تعالى قبل الثلاث مباريات الاخيره للزمالك اللي الناس للاسف بعض الاعلاميين في نادي الزمالك بيتكلموا عنهم، وان احنا ازاي بنسافر ثلاث مرات ورا بعض واجهاد للعيبه، وان ده واضح ان في ان الزمالك ده الناس جايه عليه قوي. طيب الثلاث مباريات اللي هم قصدهم عليهم اللي هم مين؟ المصري اللي هو كان يوم 24/5 في الدوري في اسكندريه، وبعد كده لعب الاسماعيلي في كاس مصر في السويس، وخلي بالك حط في الاعتبار ايه، ان الاسماعيلي في كاس مصر طبقا للائحه اي مباراه في كاس مصر لازم تتلعب في ارض محايده، يعني كده كده انت مجبر تسافر، يا اما مش حاطين لك الماتشات في الدوري ورا بعض بره ارضك يعني. طيب وبعد كده رحت لعبت الجونه في الجونه. طيب اللي قبل الثلاث مباريات دول، ما انتوا قبل ما تتكلموا يا جماعه ادرسوا الموقف بتاعكم عشان يبقى الشكل كويس يعني، او عشان يبقى الكلام مقنع يعني. برضو الزمالك قبل الثلاث مباريات دول لعب 9 مباريات في القاهره، 9 مباريات في القاهره ورا بعض. طب ودول ايه موقفهم؟ لا ما جابوش سيرتهم، اللي هو عادي اصلا المفروض ان احنا نلعب كل ماتشاتنا في القاهره، المفروض ان احنا ما نسافرش. فقال لك ايه يعني، تعالى كده بدايه عد معايا، ادي عندك مباراه طلائع الجيش وانبي والاهلي وسموحه، ادي 4، انا بجيب من الاخر الاول، ادي 4 كانوا في القاهره. تعالى كمان بيراميدز والمقاولين والبنك الاهلي والانتاج الحربي والاهلي، ادي 5 كانوا في القاهره. قبليهم كانت حرس الحدود اللي هي المباراه الطبيعي تتلعب في ارض محايده طبقا للوائح في كاس مصر كانت في السويس. يعني الزمالك كان عنده 9 ماتشات، ادي 2 4 5 و4، يبقى ادي 9 ماتشات في القاهره ورا بعض. طب ما جبتوش سيرتهم ليه دول؟ بمعدل ايه بقى؟ خلي بالك معدل 3 ايام راحه. يعني مثلا الزمالك لعب مع الاهلي يوم 18/4، وكان بعديهم بثلاث ايام مباراه الانتاج، الاهلي كان بيلعب 72 ساعه لو نفتكر، يومين تمام؟ يعني يومين تريح وتلعب على طول.
الانتاج الحربي 3 ايام ما بينه وما بين البنك، البنك والمقاولين ما بينهم 3 او يوم ما بينهم 3 ايام، والمقاولين وبيراميدز ما بينهم يومين، وبيراميدز وسموحه ما بينهم يومين، وسموحه والاهلي ما بينهم 3. يعني في فروقات بين الماتشات. طب طلائع الجيش والمصري اللي هي قبل السفر كان ما بينهم 5 ايام. وحط برضو في الاعتبار ان السفر المحلي غير الدولي، يعني انت بتسافر هنا في مصر بتتنقل باوتوبيس او بتاع، لما تروح الجونه هتروح بطياره مثلا، لكن الاهلي كان بيسافر بره بطيارات ومشاوير قد كده، فطبيعي يبقى الاجهاد عنده اكتر. فدي نقطه من ضمن النقط اللي بيتم اغفالها بشكل كبير جدا من قبل اعلام نادي الزمالك. طيب اخر حاجه عايز اتكلم فيها في النقطه دي عشان نقفلها، والشكوى الدائمه من الغيابات ماشي والاصابات والايقافات. امبارح الزمالك اتعادل مع الجونه نتيجه كويسه جدا للجونه، بنبارك لهم طبعا في اطار طبعا الاهلي بينافس الزمالك، فبالنسبه لنادي الاهلي نتيجه كويسه، لان الاهلي عنده عدد 6 ماتشات تقريبا اقل من الزمالك، فانت لو كسبتهم هيبقى الفرق 4 نقاط مع الزمالك يعني ان شاء الله باذن الله. فبالتالي غاب عن الزمالك في المباراه دي حوالي 9 لعيبه تقريبا بسبب ايقافات وبسبب اصابات مثلا. انا عايز اركز في الايقافات، لان برضو اتقال لك ايه، اصل في تعمد لايقاف لعيبه الزمالك وتعطيل الزمالك عن الفوز بالدوري. يعني دلوقتي لما اشوف لعيب ولا اتنين بيضربوا في الملعب ما ياخدوش طرد، ده في لعيب الطرد بتاعه اتاخر سنه ونص تقريبا او اكتر، يعني كان المفروض ياخد طرد من زمان جدا واحنا صغيرين، اول مره كان ياخد طرد. فانت كمان يعني عايز الناس تضرب في الملعب، يعني طبيعي ان انت تنزل تضرب الناس اللعيبه في الملعب زمايلك وما تاخدش طرد، ولو خدت طرد يبقى ده في توجه ضد الزمالك. حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. طب الأهلي ما بصيتش لغياباته على مدار الموسم، على مدار الموسم، بلاش الموسم ده، على مدار المواسم، بس أنا عايز بالتحديد أتكلم على الشهرين اللي فاتوا من أول 4 لحد دلوقتي. الأهلي غاب عنه كام لعيب على مدار ده؟ إحنا لعبنا الزمالك في مرة من غير 11 لاعب أساسي بما فيهم الشناوي وكسبنا 2-1 يعني، وما اشتكيناش في غيابات. أه بس بنتعامل معاها لأن عندنا إدارة اشتغلت صح، دعموا الفرقه بقايمه كويسه جدا. فغيابات الاهلي كانت على مدار الفتره الشهرين دول كانوا ايه؟ الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وجونيور اجاي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي محمود وحيد، حوالي 10 11 لعيب ومحدش بيشتكي. فانت لما تيجي تلوم ما تلومش غير نفسك، ولما تيجي تتكلم في مواقف قول الحقيقه، ما تقولش حاجات غير حقيقيه وتوهم بيها بعض الجماهير اللي بتصدقك للاسف الشديد، للاسف الشديد. فدي جزئيه كان لازم ان احنا نعلق عليها ونوضحها للناس، لان بصراحه في افتراء كبير جدا على النادي الاهلي في الامور اللي زي دي.